الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أفضل الرجال وأقوى الرجال وأشجع الرجال النبي المصطفى المصفى صلوات ربي وسلامه عليه. القوات المسلحة عموما مبنية على العقيدة القتالية الراسخة، أساس المبادئ والقيم، ما بنخون ولا بنغدر ولا أنا لله سبحانه وتعالى أولا ثم الوطن، ونحمد الله على التماسك والإلفة بيننا ربنا يديم. وكل يوم بمر كل يوم بمر علينا بزيدنا عزم وترابط، وأي طلقة بتنضرب وأي قطرة دم وعرق بتنزل، وأي يوم بمر بيقربنا من النصر، نسأل الله النصر القريب. ومهما زاد التآمر علينا مهما كتروا الخونة حوالينا والعملة والمرتزقة هنفضل ثابتين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ونحن من أصغر رتبة لأكبر رتبة مؤمنين بقضيتنا الحمد لله، وحنفضل إلى أن يكتب الله نصر في الفرقة التازعة المحمولة جوا المظلات. تعلمنا حاجات كثيرة من القيمة واكثر أثر على نفوسنا شعارنا اللي بتلقى معلق في كتف أي مظلة، شجاعة تصميم فداء، شجاعة في مواجهة العدو، لابن كل لابن مل لابن عرف المستحيل، بندمر ونواجه أي خائن سولت لنفسه أنه يمس أمن الوطن والمواطن، تصميم على بلوغ الهدف مهما كلف الأمر، فداء لله ثم الوطن. تلقانا برا وبحرا وجوا، في البر نسير في الجو نطير في البحر نغوص، الله أكبر. دي عقيدتنا قتالية في كل القوات المسلحة على وجه العموم وفي الفرقة التازعة المحمولة جوا على وجه الخصوص، والله ثم الوطن دي شعارنا في كل القوات المسلحة في الشرقية وفي الغربية، شعار الهجان المريش، شعار البحرية، شعار الجوية، شعار النياجين، شعار الشرطة، شعار كل القوات المسلحة وكل القوات المساندة. نسأل الله الفرج القريب، ونسأل الله يكتب لنا من عنده نصر من الله فتح قريب. الله أكبر.